السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة الثانية من برنامجكم بعيدا عن غبار التشويه. كنا قد تحدثنا في الحلقة الأولى مع البروفيسور أمير زيدان حول تعريف الجهاد، وقد لفت نظري في إجابته أن الواقع المزري للشرق الأوسط أو للمكونات وفي مقدمتها المسلمين هم لا يستطيعون أن يقوموا بحل المشكلة، وإنما يميلون إلى الاصطفاف، وهذا الاصطفاف لا يزيد من المشاكل إلا تعميقا. وكان قد نوه أن معنى الجهاد هو بذل الوسع والطاقة، وأن له أنواعا وصورا عديدة. وكنت قد استوقفت جوابه في الحلقة الأولى حول ما هي الحرب التي يمكن أن توصف بأنها حرب ذات طابع جهادي وليست عدواني. ولذلك آثرت أن نستفتح هذه الحلقة بما كنا قد توقفنا عنده في الحلقة الأولى. أهلا وسهلا بكم، والترحيب موصول بأستاذنا الدكتور أمير زيدان. أهلا دكتور. الله يعطيك العافية بروفيسور. وقفنا عند متى تكون الحرب جهادية. أنت قلت أن إذا كانت لإعلاء دين الله. أنا يعني أرى أن هذه الكلمة فضفاضة، ومن الممكن تأويلها وتفسيرها بكثير من السهولة وبكثير أيضا من الدم. كيف نستطيع أن نضع ضوابط؟ ما هو مقصودك في كلمة إعلاء كلمة الله؟ نعم، نحن حتى يعني ما ندخل في تعريفات تنظيرية وندخل في قضايا إجمالية، ندخل في صور عملية. نعم، مفردات. وأفضل صورة عملية تعكس لنا معنى الجهاد ومعنى إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى هو الجهاد الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. نعم. فالجهاد الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته كان جهادا كما نعلم لم يكن فقط في مجال الحرب، وإنما كان في مجال الدعوة، كان في مجال التضامن في المجتمع، في التآخي، في حل المشاكل، في إبرام العهود والعقود مع غير المسلم، في الصبر على المنافقين في المدينة، في الصبر على غيرهم أيضا، على كفار قريش إلى آخره. ولكن إذا تحدثنا عن الجهاد في الحرب، الجهاد في الحرب، فنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبدأ في حرب أبدا إلا عندما توفرت له أولا شروط الحرب، يعني عندما أولا أقام دولة إسلامية. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة لم يحارب أحدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مجتمع كان يدعو الناس إلى الدين، ولو قامت الحرب في مكة لحصل الاقتتال الأهلي كما نسميه، الفتنة الأهلية أو الحرب الأهلية، بين فيقتل الأخ أخاه إلى آخره. ولكن عندما قامت هذه الدولة وعندما أصبح فصل بين المسلمين وبين من يحارب المسلمين، لذلك يجب هنا أن ننتبه إلى نقطة أساسية. كفار قريش كانوا يحاربون الإسلام والمسلمين، يعني القضية لم تكن قضية اختلاف الرأي، القضية لم تكن قضية حقوق، القضية كانت يحاربون الإسلام لأنهم يريدون أن يقضوا على الإسلام وعلى المسلمين. لذلك عندما انحاز الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة وأنشأ الدولة الإسلامية وبناء على عقود وعهود، عندما حانت له الفرصة ليسترد حقا من حقوق المسلمين المسلوبة، لأنه كما تعلم عندما هجر المسلمون من المدينة بل لوحقوا وقتلوا، تم يعني سلب أموالهم ومصادرة كل شيء عندهم وملاحقتهم حتى من أجل إعادتهم من البلدان التي ذهبوا إليها من أجل قتلهم أو من أجل أسرهم. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا؟ هذا الأمر نقول ماذا تعني كلمة إعلاء كلمة الله؟ ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عندما قامت هذه الحرب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أسر من قريش من أسر، هل قتل الرسول صلى الله عليه وسلم الأسرى؟ هو لم يقتل الأسرى، بل أنه عندما استشار الصحابة وكان بعض آراء الصحابة بأن يقتل الأسرى، والرسول صلى الله عليه وسلم لا، قال بل يفتدي الأسير نفسه إما بالمال وإما بأن يعلم أطفال المسلمين القراءة والكتابة مثلا. فأتى عتاب
أو أتى تنبيه من الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، حتى لا يظن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أو الصحابة بأنهم انتصروا بقوتهم، وإن وحتى لا يضيع عنهم هدف الدعوة. فلهذا السبب نجد يعني أن الرسول لم يعني حافظ على أن لا يسيل يعني أن لا يقتل الإنسان الذي يمكن أن يعني تحفظ نفسه. ولهذا السبب وجدنا حتى في معركة أحد وحتى في معركة الخندق، لو جمعت كل المعارك التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم على مدى هذه السنوات على الجانبين قد يكون عندك 1000 قتيل على الجانبين. نعم، لكن بروفيسور هنا يستوقفني سؤال، أنت قلت أن الجهاد كان بعد إقامة الدولة، بعد هي رقم واحد. طيب ألا يمكن هذا أن يعده كما يقوم بعض العلمانيين بأنه الرسول كان متمسكنا إلى أن تمكن، فلما تمكن قطع رقاب من تمكن منهم وكذا؟ لا، هذا يعني هذا احتراز كنت أسمعه كثيرا من الإخوة. يرد عليه بشكل بسيط جدا. نعم، يرد عليه بشكل بسيط جدا. الدولة التي قامت في المدينة هي لم تكن دولة المسلمين فقط، خلت نفهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أنشأ دولة المدينة مع اليهود ومع المشركين في المدينة. طب لماذا لا نقول أن الجهاد عوضا عن إعلاء كلمة الله حفظا لحق الحريات العامة والتعبير؟ طيب هذا من كلمات الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا يا يعني نحن يا مولانا، لكن عندما نأتي لكلمة إعلاء كلمة الله أخي الكريم، يعني يظن أن هناك واحد فاتح محل شرب خمور بيعتبر من الجهاد يروح يكسر له يعني. لا، هذا لا يعتبر من الجهاد يروح ينبش قبور قتلى وناس لبعض الأحزاب، ويعتبر من إعلاء كلمة الله نبش تلك أنت القبور. أنت قلت في حلقة سابقة نحن لا نتحدث بما يطلبه الجمهور وبما يكتب على الفيسبوك. نعم، من أناس قد لا يفقهون شيئا لا في الدين ولا في غيره. لكن على أرض الواقع هذا لا يطمئ. على أرض الواقع الذي يتم قبور الذي يتم تجاوزات الآن كل شيء في الدنيا معرض لإساءة الاستخدام. أنت تجد الآن الديمقراطية التي نتحدث عنها ليل نهار. نعم، هل يوجد مفهوم ومصطلح بل يعني شيء على أرض الواقع يتم الإساءة إليه وتتم إساءة استخدامه كالديمقراطية؟ يعني الذي أريد أن أقوله بأنه عملية إساءة استخدام المصطلحات أو تسمية الأمور بغير مسمياتها إلى آخره، هذا أمر اعتاده الناس. يعني نحن يهمنا أنا الآن أنا أستشف من كلامكم. نعم دكتور، أن الجهاد مرهون بشرط أساسي هو أن هناك طرف تحقق عدوانه على سياج الدولة الآمنة التي لم تمسه ولن يمسه، هذا ما فهمته. نعم، يعني من كلامك. الجهاد لا يكون من قبل أفراد ضد دولة ولا يكون يعني حربا. أن تكون تلك الدولة محققة لشروط أن الحاكم قد تم انتخابه شرعي الحاكم وأن عادل المعنى وتطبق الشريعة الإسلامية. نعم، بهذا المعنى إذا لا يحق لأي حاكم في المشرق أن يقول أنه يعلن الجهاد على جهة ثانية. إيه طبعا. لا، أنت متى تعلن الجهاد؟ يعني نحن متى أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد؟ كما قلنا عندما حان الوقت أنا نتكلم عن إسقاطنا الآن. هل يجوز لحاكم أن يعلن الجهاد على طرف آخر؟ يمكن للحاكم أن يعلن الجهاد على طرف آخر إذا تحققت شروط إعلان هذا الجهاد. مثلا إذا كان عندي حق مسلوب وكل الواسطات لم تنفع في هذا الموضوع، يعني هل من الجهاد مثلا أن أقوم بتأمين منطقة لإسكان أناس مهجرين فأهجر أهالي تلك المنطقة لأحضر أناس آخرين فأقوم بعملية تغيير ديموغرافي؟ نعم، تحت يعني مسمى الجهاد. طيب خلينا إذا نتحدث عن الأمر الواقع. طبعا نحن نتحدث الآن عن الأزمة القائمة بين تركيا وسوريا. نعم، وأنا لا أريد أن أقول بين تركيا والأكراد. نعم، لأنه هي في الواقع هي أزمة بين تركيا وبين سوريا. على الطرف السوري توجد جماعات مختلفة، وعلى الطرف الكردي توجد دولة. نعم، لأن مشكلة تركيا الأساسية ليست مع الدولة السورية في الواقع، هي لا تقاتل الدولة السورية. نعم، هي تقاتل بعض الجماعات. الذي أقوله أنا طبعا لا يجوز بحال من الأحوال أن نطرد أناس من بيوتهم لنسكن عوضا عنهم أناس آخرين أتينا بهم من مكان آخر، هذا ظلم واضح معروف. الأمر الآخر الذي يطرد ويقتل الآن على الطرف السوري هم من المسلمين، والذين يدعون أنهم يقاتلونهم هم أيضا قد يكونوا من المسلمين ومن غيرهم.
لأنه نعرف نحن حتى على الجانبين يعني على الجانب السوري والتركي، الجيش التركي ليس كل من في الجيش التركي هو مسلم، وليس كل من في الجيش التركي حتى ملتزم إسلاميا، ولا حتى هو نفسه يوجد منهم العلوي ويوجد منهم غير البكتاشي، وتوجد منهم أيضا الملحد، طوائف وملل، وحتى من يعني يسمون بالمسلمين توجد منهم أيضا من الملحدين ومن العلمانيين الكفرة إلى آخره، لأنه ليس كل علماني كافر، ولكن يوجد. وعلى الطرف السوري يوجد أيضا، يوجد من المسلمين وتوجد أيضا أفكار وتوجد يعني جماعات أخرى. فالقضية الآن أننا في هناك خلط. أولا أنا أقول لا يجوز أن نسمي هذا الأمر، هذا ليس جهادا، هذا ليس إلا إذا أنا اعتدي علي أن أدافع عن نفسي، هذا من الجهاد. ولكن يتحقق الجهاد بالنية أولا، يعني ليس مجرد رد الفعل هو جهاد، الجهاد يتحقق بالنية إذا كان أردناه جهادا شرعيا، يعني يكون لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأن ندفع عن أنفسنا الظلم ما استطعنا، وأن نحقق في هذا الدفع أيضا ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فلا نقتل من لا يجوز قتله كالنساء والأطفال وإلى آخره، ولا نعتدي على من لا يعتدي علينا، ولا نسرق الأموال، ولا ننهب البيوت إلى آخره، وخاصة إذا كان هذا القتال بين غالبية من المسلمين مع غالبية من المسلمين، فكيف تجوز السرقة والقتل والهدم وكل هذه الأمور؟ أقاطع، لكن أريد أن أقول لك شيء. نعم. بلا مجاملة ما تقوله يعد تغريدا خارج السر. سأتحدث معك بشيء مفردات واقعية. نعم. عندما أقدم الرئيس الراحل صدام حسين، نعم، على قتل الكرد في حلبجة، وأسماها بالأنفال، نعم، صمت الكثيرون، نعم، بحجة أن ذلك الفاعل هو أسد العرب للأسف، وأنه يحق له ما لا يحق لغيره، بل إن أحمد الراشد أحد قيادات الإخوان المسلمين للأسف يذكر في أحد كتبه، وهو موجود هذا الكلام على مواقع الإنترنت، أن الكثيرين صمتوا لأن الضحية كانت كردية وهو من الإخوان المسلمين ومن قياداتهم، وهذا الكلام يقول أن الضحية فقط لأنها كردية صمتوا. الآن يعاد التاريخ بطريقة أخرى. أولا أنا يعني نعم. الآن تدك مناطق كبيرة ذات خليط غير متجانس من السكان بحجة مقاومة حزب كردي لا دخل لنا به على الأراضي السورية. البعض يتحجج رفعوا صور أوجلان، طيب هؤلاء رفعوا صور أردوغان، يعني لا أحد منا، لا لأحد منا على أحد، كلهم بالهوى سوا، يعني هذا رفع لا أوجلان وهذا رفع لأردوغان. لكن بغض النظر الضحية هو إنسان آمن، هذا ما أريد أن أسمع منك. لماذا يتم تحويل الدين إلى أيديولوجيا؟ لماذا يتم تفريغ مضامين الجهاد وتحويله إلى حرب بيد هذا وهذا؟ أولا أخي الكريم، رفع الصور هذا لا يبرر قتل الناس مهما كانت هذه الصور، هذا أمر واضح معروف. الأمر الآخر طبعا من المحزن، ولكن هذه المصيبة أصبنا بها جميعا، أن لا نتحدث كمسلمين وإنما نتحدث كقوميين أو إثنيين. عندما يبدأ العربي يتحدث كعربي والكردي ككردي والتركي كتركي سنقتتل حتى يوم الدين، ولكن عندما نبدأ ونتحدث كمسلمين فلا بد لنا أن ندين وأن نرفض، بل أن نقاتل من يهاجم إخواننا المسلمين. سورة الفتح الإخوة أخي الحبيب الخصم الذي نعرفه أن غالبية إخواننا الأكراد من المسلمين، بل من المسلمين الطيبين وعندهم من الأخلاق الحميدة ما نعرف. هنا سأقاطع البروفيسور، سامحني. البروفيسور عربي، وهذا أنا ما أريد أن أنقله أيضا للإخوة الكرد الذين يعممون أحكامهم التعميمية فيصدرون أن كل عربي هو داعشي وكل سني هو قاعدة وكل العرب هم يحملون فيروس لقهر الكرد. هذا الرجل عربي قح
ومن آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. أحببت أن ألفت النظر فقط كي يعني حاجتنا يعني بطولات على بعضنا البعض وجهالات على بعضنا البعض. واحد بيجهل من قابله بجهل فنركب الجهل، نحوله من جهل مبسط إلى مركب. سامحني أنا فقط أريد فقط أنا أريد فقط أن أذكر حتى إخواننا الكرد أن التعميم خطأ طبعا كما أذكر العرب وغيرهم، ولكن أذكر الكرد خاصة لأنه في الواقع على الطرف التركي يعني قسم كبير من 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 أعضاء حزب العدالة والتنمية التركي الذين يعني يشكلون الداعم الأساسي لأردوغان هم من الأكراد. رئيس المخابرات التركية كردي، رئيس الوزراء التركي يلدرم السابق كردي، وعدد من الوزراء أكراد. الذي أريد أن أقوله لا تستطيع أيضا أن تقول تركي ضد كردي، ولا تستطيع أن تقول كردي ضد تركي. في الواقع أيضا على الطرف الآخر في أكراد هي حرب سياسية، هي حرب سياسية للأسف الشديد. ولكن الذي حصل في هذه الحرب أنه أصبحت شيطان الطرف على حساب طرف، يعني طرف آخر ما قالوا نحن أكراد ونقاتل إخواننا الأكراد. على الطرف الآخر يوجد أكراد يقاتلون الأكراد، ويوجد أتراك يقاتلون الأكراد، ويوجد عرب يقاتلون الأكراد، وعرب وأكراد وهكذا. يعني اللي موجود عندنا الآن هي فتنة كبيرة للأسف الشديد تم خلينا نسميه التعتيم على كثير من الجوانب التي وخلط أوراق لو ظهرت لا يعني ما وقعنا في هذا الخطأ. ولكن الذي يتم الآن للأسف هو التعميم على كل الصعد، وكما قلت لك الاصطفاف. أنا أصرح لك الآن أي واحد ليس فقط من العرب سواء كان مسلم أو غير مسلم، أولا نحن كبشر بغض الدين بغض النظر عن الدين يجب أن نقف وقفة واحدة ضد أي إنسان يزهق الأرواح يقتل الناس، لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم قتل الإنسان إلا لسبب، ومن هذه الأسباب قضايا بعد محاكمة أدين بإجرام أدين بشيء من ذلك نعرف بدون ما ندخل بهذه التفاصيل. والأمر الآخر كيف أنا أفرح لقتل إنسان مسلم؟ كيف أنا كمسلم يا أخي كيف أفرح أنا إذا كنت أحزن على قتل إنسان غير مسلم؟ كيف أفرح على قتل إنسان مسلم؟ ولهذا السبب لا توجد مبررات. لذلك الذي يجب أن نسعى إليه الآن سواء كنا عربا كردا أتراكا من نكون يجب أن نعود كمسلمين لأن نتخاطب بيننا كمسلمين. إنما المؤمنون إخوة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم وآدم من تراب. لهذا السبب أي إنسان الآن يحول أفكار سياسية أهداف سياسية إلى إسلام فيبيح بذلك قتل الآخرين بعد أن شيطنهم، حقيقة هذا إنسان يعني أنا أقل ما أقول هو إنسان ضال، هو إنسان بعيد عن الحق، وهو إنسان ينصر الباطل ولا ينصر الدين. نعم. إسلامنا معروف، الرسول صلى الله عليه وسلم كان حتى مع غير المسلمين عنده من الصبر يعني ما نعرفه جميعا. نعم. وحتى مع غير المسلمين كان عنده العفو والصفح، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأسر الإنسان الذي يريد قتله ويطلق سراحه. عرفت كيف؟ فكيف بنا بإخواننا وبأهلنا المسلمين، وكيف بنا أيضا بهؤلاء العزل من ليس لهم أجندات. وحتى لو قلنا على الطرف الآخر يوجد أناس عندهم هويات أخرى، الإنسان المسلم يحاول ويبذل يجاهد في حل المشاكل في إبعاد الفتنة، أما لا يؤجج لها ولا يبحث عن مبررات لها. هذا أمر حقيقة ضلال وأمر مخجل. أشكركم وأنا عفوا قبل ما تنتهي، يعني أنا كإنسان عربي ومسلم وسوري حقيقة أتقدم بأحر التعازي القلبية إلى كل أخواننا الأكراد بغض النظر عن الدين وإلى كل الضحايا، وليس فقط ممن يقتلون من الأكراد اليوم ولكن ممن قتلوا على يد ظلمة واستبداديين من قبل. ونقول لهم للجميع تجمعنا أولا الهوية الإنسانية ثم الهوية الإسلامية، والأخوة الأكراد بتاريخهم الطويل لهم فضل كبير على الإسلام والمسلمين، والذي يريد أن يعتم أو يظلم هذا التاريخ هو إنسان يعني بعيد ليس فقط عن الموضوعية، أنا أقول هو إنسان فاجر
هذا إنسان لا يستمع إليه، ولكن علينا أيضا بالطرف الآخر من الطرف الكردي لا نعمم، وأن نفتح قلوبنا وأيدينا لكثيرين من إخواننا من العرب والأتراك ممن تجمعنا معهم كلمة الإنسانية والحب في الله سبحانه وتعالى، فنتعاون فيما بيننا على إيقاف هذه الفتنة، لا أن نسعى إلى يعني توسيعها وإلى إضرام النار فيها. أشكرك شكرا جزيلا. كان البروفيسور أمير زيدان واضحا في تصوير وتسويق صورة الجهاد، فالجهاد ليس نزوة لحاكم، وليس لعبة بيد الأفراد، وليس من حق أي إنسان أن يعلن الجهاد على جهة ما، كما أن الجهاد مرهون بأن يكون قد استنفذ كل أنواع التواصل والحل السلمي، كما أنه قدم على مرأى ومسمع من الجميع تعازيه للكرد الذين قضوا نحبهم مؤخرا أو فيما سبق على يد الطغاة. إن موقفنا هذا هو موقف المعلم والمحرر، وليس موقف الذي يريد أن يتحيز إلى جهة أو جهة أخرى، حتى إن موضوع الاصطفافات كان البروفيسور حادا في رفضها، واتهم من يقوم بذلك بأنه نوع من الفجور وليس التزاما بالدين. أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.